بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الجزء الخامس من برنامج اكتشافات واختراعات من القرآن، وفي هذه السلسلة أبين تفوق القرآن على معارف البشر في هذا الزمان، وإعطاء مجالات بحثية للمسلمين عن طريق التفكر في آيات القرآن الكريم، وكيف أنه أبين إذا تفكر الإنسان في كتاب الله عز وجل فالله يجعله المعلم للآخرين، والله سيغير حالنا عن طريق التمسك بهذا الكتاب والتفكر فيه، تصديقا لقول حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فموضوعنا لهذه المحاضرة هو مستقبل الطاقة في الأردن، والذي أعني بذلك أنه الأردن، وسركز هنا على الأردن وستعرفوا بعد قليل لماذا التركيز على الأردن، أنه هناك اعتماد كبير جدا في الطاقة على النفط ومشتقاته، وطبعا هذا يثقل الأردن من ناحية موارد، من ناحية ارتفاع التكلفة، من ناحية التلوث البيئي، فيعني هناك مشاكل كبيرة من الاعتمادية الكبيرة على النفط. يحاول الناس في الأردن البحث عن مصادر أخرى للطاقة، فمثلا يحاولوا في موضوع الرياح، طاقة الرياح وحصد طاقة الرياح، موضوع الصخر الزيتي، ومشكلة الصخر الزيتي يعني في مشاكل منه، من مشاكله هو التلوث البيئي الشديد منه الذي سينتج. فالسؤال هو: ما هو مستقبل الطاقة في الأردن؟ فإذا رجعنا إلى كتاب الله عز وجل، نلاحظ إخواني إخواتي قوة كتاب الله العظيم القرآن الكريم، فنجد أن الله عز وجل يخبرنا عن مستقبل الطاقة في الأردن، والشيء الذي يجب أن نستثمر فيه مواردنا في الأردن، نستثمر فيه لكي تصبح عندنا طاقة وتصبح استقلالية في الطاقة. كيف استقلالية في الطاقة؟ أنك أنت لا تستورد الطاقة من أو النفط أو غيره، تصبح عندك استقلالية، وسيتضح هذا بعد قليل. فأين الله عز وجل يعلمنا عن مستقبل الطاقة في الأردن؟ من آيتين في كتاب الله عز وجل، وهي الآية رقم 17-18 من سورة الكهف. في آية رقم 17 الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قل استغفر الله العظيم. طبعا هنا الله عز وجل يصف لنا أو يبين لنا قصة أهل الكهف. فأولا موضوع أهل الكهف، كهف أهل الكهف موجود في الأردن، الكهف الذي آوى إليه أهل الكهف وبقي فيه، ويعني بقي فيه في أكثر من 300 سنة، هو موجود في الأردن. فالسؤال هنا: أهل الكهف عندما أووا إلى هذا أو دخلوا إلى هذا الكهف، هل هم بحاجة إلى طاقة أم لا؟ هل هم بحاجة إلى طاقة أم لا؟ الجواب نعم. لماذا؟ أولا الكهوف بشكل عام من خصائصها انخفاض درجة الحرارة فيها صيفا وشتاء، مشكلة أكبر في الشتاء. لأن إنسان نام في كهف أكثر من 300 سنة، الإنسان عندما يكون في النوم تكون دورة الدموية أضعف أو أبطأ من في حالة اليقظة. يعني ضف إلى ذلك إذا كان الكهف بارد لدرجة كبيرة جدا، تصبح هناك مشاكل في الدورة الدموية، ضعف الدورة الدموية يؤدي إلى موت أنسجة. فهم بحاجة إلى طاقة ترفع من درجة حرارة الكهف. واحد. اثنين، أهل الكهف بشر، الإنسان بحاجة لضوء الشمس. لماذا؟ لتحفيز إنتاج فيتامين دال، إنه لو لم يحصل على هذا الفيتامين ناموا في كهف أكثر من 300 سنة بدون كفاية فيتامين دال، لأصبح عندهم لين عظام وكساح ومشاكل كبيرة جدا في الجهاز العظمي. طيب إذن إخواني إخواتي، هم بحاجة إلى مصدر طاقة، وهم قلنا في الأردن.
إذن ما هو مصدر الطاقة؟ هل ذكر الله عز وجل مصدر طاقة؟ نعم، في هنا وترى الشمس، وترى الشمس. إذن الله عز وجل لفت نظرنا إلى الشمس كمصدر للطاقة، على الأخص في الأردن، لأن أهل الكهف هم في الأردن، ونفهم هذا أكثر أكثر، أن الأردن بلد مشمس، يعني في أكثر من 300 يوم في السنة شمس. إذن الشمس هي التي زودت أهل الكهف في الطاقة. وشيء آخر إخواني إخواتي، اللي هو موضوع استقلالية الطاقة. كان ممكن الله عز وجل أن يسخر في كل زمن الأزمنة بشر يعني يدفئوا الكهف ويشرفوا عليه ويزودوه بالطاقة مثل الحطب وغيرها، ولكن لو كان هذا الذي حدث كان في هناك احتمالية وخطورة أنه ينكشف مكانهم، لأن هم لو انكشف مكانهم كانوا قتلوا، هم كانوا ملاحقين أهل الكهف. فالله عجل وضع لهم مصدر طاقة مستقل لا يسيطر عليه أحد، الشمس. إن الله عجل علمك تريد استقلالية في الطاقة، ركز على ماذا؟ على الشمس كمصدر طاقة. سبحان الله العظيم، ما أجمل القرآن إخواني إخواتي، ما أجمل التفكر فيه. وترى الشمس، يعني إذا ربطنا هذا مع الآية، طبعا هذه الصورة لكهف أهل الكهف كما قلنا هو في الأردن، تمام، ربطناها مع الآية رقم 18 الكهف، الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الله عز وجل هنا يعلمنا أمور أخرى. الله عز وجل كان يقلب أهل الكهف ذات اليمين وذات الشمال، يقلبهم في نومهم. يعني الشيء هنا الجميل جدا تفكر فيه، أن ذكر الله عز وجل كيف كان يقلب أهل الكهف ذات اليمين وذات الشمال، وربطناها مع ذكر الله عز وجل لحركة الشمس في السماء وكيف كانت تدخل أشعة الشمس إلى داخل الكهف، إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يمين شمال. اربطها مع الآية الكريمة هنا، نقلبهم ذات اليمين ذات الشمال، يعني أنه عندما تدخل الشمس إلى الكهف من جهة اليمين، كان الله عز وجل يقلب أهل الكهف بكيف كان يواجه الشمس. لماذا؟ كان يواجهها في وجوههم وأيديهم، كان يأخذ من أشعة الشمس لفيتامين دال والتدفئة وكل هذه الأمور. فلو كان تقليبهم عكس حركة الشمس لكان الشمس أصابتهم في ظهرهم، وبالتالي لم يمتصوا كمية كفاية من الشمس. نلاحظ سبحان الله العظيم كيف. إذن هنا الله عز وجل علمنا اللي هو الشيء في الهندسة يسمى السولار تراكينج، أو التعقب الشمسي، أنك أنت المستقبل لأشعة الشمس تحركه كما تتحرك الشمس في السماء لتستقبل أكبر طاقة شمسية. إذن إخواني إخواتي، الجواب لمستقبل الطاقة في الأردن والشيء الذي يجب أن نستثمر فيه كطاقة هو الشمس بهدي القرآن الكريم. أعطيكم مثال عملي على هذا من القرآن الكريم. نبدأ في المنازل. لو وضعنا خلايا شمسية، خلايا حاصلة للطاقة الشمسية، ووضعنا لها محرك يقوم بتحريك الخلايا الشمسية من اليمين إلى الشمال، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يعني قمنا بتحريك الخلايا الشمسية مع حركة الشمس في السماء، لذلك نستقبل أكبر طاقة طوال اليوم من الشمس، وحولنا هذه الطاقة إلى طاقة كهربائية أو طاقة حرارية لتسخين الأمور. بدأنا في المنازل، يعني استقلالية في المنازل، استثمار في هذه الطاقة. نبدأ في المنازل. في المستقبل السيارات بدأت الآن تتجه إلى موضوع الخلايا الشمسية، وأكثر وأكثر التقنية ممكن تصبح أفضل وأفضل. يعني قصدي نبدأ في المنازل كاستقلالية الطاقة. طبعا هذا تخفض اللي هو موضوع النفط والنفط والصرف على النفط والتلوث البيئي من النفط، من طبعا التلوث البيئي من الطريقة الغير صحيحة في عملية كيفية يعني استخدام النفط. ليس أن النفط بحد ذاته شيء يعني ملوث البيئة، ولكن طريقة استخدامه يعني. فإذا الشمس طاقة نظيفة، طاقة متوفرة لا يسيطر عليها أحد، استقلالية الطاقة. نلاحظ سبحان الله كيف القرآن الكريم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع رجاء تفضل بزيارة موقع شبكة الإنترنت www.quran-merkab.com. هذا هو الموقع، ويمكن التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني zaidquran@gmail.com. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.